اهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقه جديده ورحله جديده من جزيره الخبير سقطرى. اليوم رحلتنا غير، اليوم حلقتنا غير، اليوم محضرين لكم مفاجآت قويه وانا متاكد انكم بتستمتعوا. بس قبل ما ندخل مفاجآتنا وفي حلقتنا، حابب اقدم لكم ضيف الحلقه اللي بيكون معي دليل وبيرويني اماكن، بيعرفني اكثر على المنطقه، سعد، زميلي سعد. اكيد عرفتوه كلكم. تعال يا سعد. يا كاتب، كيف حالك يا سعد؟ طبعا اعزائي المشاهدين كلكم دارين من سعد، وسعد ظهر معنا في اكثر من حلقه. سعد زميل 4 سنوات في دراسه الجامعه، كيفك يا سعد؟ الحمد لله، حياكم الله واهلا وسهلا بكم في محميه دي حمري. ليش تحرق المفاجاه يا سعد؟ انا عدنا الشيء اقول لك. حلو سعد، احنا الان في محميه دي حمري. اعزائي المشاهدين، احنا في محميه دي حمري. سعد اعطيني انا والمشاهدين نبذة تشويقيه عن محميه دي حمري. محمية دي حمري هي من أفضل المحميات في أرخبيل سقطرى، وهي عبارة عن محمية بحرية. حلو. يقصدها الكثير من السياح. حلو. الواصلين إلى سقطرى يقومون فيها بغوص في أماكن الشعاب المرجانية. اليوم بنغوص. اليوم بنغوص، بتكون تجربة حلوة بإذن الله تعجبكم إن شاء الله. اليوم يعني بتدخل بلبس بتدخل اليوم البحر بتغوص. حلو. بيكون بنشوف مهارتك في السباحة وفي الغوص. مالك. تقع محمية دي حمري شمال شرق جزيرة سقطرى، وتفصلها عن العاصمة حديدو مسافة 23 كيلومتر. تشمل المحمية منطقة الرأس في اليابسة والمنطقة الساحلية المحيطة به، والتي يوجد فيها مناطق بحرية تصل إلى عمق 300 متر تقريباً. أعزائي المشاهدين، سعد بانا راح جهز أدوات الغطس وقال لي دور على المعرفة اللي عرفني على المنطقة. لي 20 دقيقة أدور ما لقيت حد. وأخيراً أعزائي المشاهدين لقينا الأخ. كيف حالك؟ كم انت؟ الله يحفظك.
دي حمري تم إعلانها محمية طبيعية بموجب قرار جمهوري عام 2000، وذلك ضمن خطة تقسيم جزيرة سقطرى ومجموعة الجزر الأخرى إلى مناطق حمى طبيعية ومناطق الاستخدام المستدام للموارد ومناطق التنمية. أعلنت محمية دي حمري كمحمية رسمية ضمن خطة تقسيم سقطرى، وذلك في عام 2000 بموجب قرار جمهوري 275. سميت المحمية دي حمري بسبب وجود هذين الجبلين من الجرانيت الأحمر، ويصل ارتفاعهما إلى نحو 40 متر على مستوى سطح البحر، حيث تعني كلمة حمري باللهجة السقطرية الأحمرين، والمفرد منها حامر. دي حمري، ليش سمت دي حمري للمنطقة هذه؟ سمت دي حمري نسبة لل الجبلين الموجودين في محمية دي حمري أيوة اللي نحن فيهم. هذا المكان يسمى حمري. حمري أيوة. ليش حمري؟ حمري هذا كذا اسمه يعكس للون الأحمر الموجود فيه. أيوة. دي حمري نسبة للجبلين. يعني دي معناتها اثنين. اثنين دي حمري دبل. ما يميز هذه المحمية عن غيرها ويجعلها من المحميات الأهم في سقطرى هو طبيعتها الخلابة وتنوع السواحل المحيطة بها والشعاب المرجانية فيها، حيث تحتوي على كم هائل من الأنواع الحيوية الموجودة في اليابسة والمناطق الساحلية والمغمورة بالمياه. طبعاً أنا اختباري مال تلقية وطلع من صدق، يعني شوف الشعاب المرجانية شكلها زي خلية النحل. نعم بس بيضة. هذه كلها شعب مرجانية مع الرمل. شوف هذه كمان، شوف سبحان الله، هذه تكون عايشة. لا لا ميتة. يعني تكون داخل البحر عايشة. داخل البحر عايشة وتنمو. كيف يعني تتنفس تتحرك؟ عن طريق تعيش فيها طبعا طحالب زوكسانثلي. هذه الطحالب يتكافل يعيش على حاجة، يعيش معها حياة تكافلية.
يفيد ويستفيد، حاجة تبادل المنفعة. إذا أنت من محبي الغوص ومن محبي المناظر الغلابة، طبعا دي حمري تحتوي على شعاب مرجانية وتحتوي على أسماك، أسماك الفراشة اللي هي أسماك الشعاب المرجانية اللي تعيش في الشعاب المرجانية. هذه يعطيك يعني راحة نفسية لما تشاهد هذه المنظر الجمالي، وأيضا تحتوي على مناظر غلابة مثل احتوائها على صخور الجرانيت الأحمر وارتباطه مع الماء، يعني يطلع حاجة حلوة. يطلع حلوة. طيب بسألك أنا يا سالم، الآن وأنا جاي في الطريق سمعت إن الشعب المرجانية أنت تسولها إعادة تدوير وترجعوها حجار وتبنوا فيها. أي نعم، في أثناء الرياح، موسم الرياح، عندما يكون موسم الرياح يعني يقوي الأمواج، فتخرج تكسر الشعب المرجانية، تخرج إلى الساحل، تصبح ميتة، تصبح لونها أبيض طبعا، فيقوم الأهالي أو أبناء المحمية بجمع هذه الأحجار ويبنى فيها المنازل والبيوت، يعني استفادوا من يطلع منظرها جميل. أكيد ضروري تودينا مكان نشوف هذا الشيء إن شاء الله. مخيم المحمية هو من مخيم المحمية. أيوة، من إعادة تدوير شعاب مرجانية. حلو. أعزائي المشاهدين، أعطيناكم معلومات خفيفة بسيطة عن محمية دي حمري مع سالم، ما قصرش. حياك الله سالم. نشرح الغوص إن شاء الله. سعد خالي جهز لنا أدوات الغوص إن شاء الله. جاهز نروح بإذن الله. يلا مشينا. يلا حياك. بتكون تجربتنا مع الأخ عدنان، بنشوف عالم آخر غير العالم داخل البحر. أم عدنان كيف؟ مستعد؟ إن شاء الله. توعدنا بحاجة حلوة إحنا والمشاهدين؟ إن شاء الله. يلا نلبس. أي نعم. طب أنت أول شيء لبستني الزعانف. الزعانف. والآن إيش بنلبسه؟ الآن النظارة. هذا بيكون شكلي كافر. تتنفس من هذا القصبة. تتنفس من القصبة هذا، وانت خليك طافي على الماء، والزجاج هذه تنزل تحت الماء تشوف حلو. ان شاء الله تشوف الاسماك والشعب المرجاني. جاهز اعزائي المشاهدين، كذا جهزنا احنا وعم عدنان، ما ننزل ان شاء الله. تعالوا معنا بنروح تجربة رهيبة ان شاء الله نستمتع فيها. تجربة فريدة، لأول مرة. أول مرة بتغوص؟ أول مرة بغوص، أزور المحمية لكن بدون غوص. إن شاء الله نستمتع بهذه الجولة.
سجل في المحمية نحو 150 نوع من الأسماك ونحو 16 نوع من السرطانات البحرية، كما سجل فيها نوعان من السلاحف البحرية وهي الخضراء ومنقار الصقر. وتحوي المحمية كذلك 80 نوع من الشعاب المرجانية مثل شعاب الطاولة والمتفرعة والشعاب المصمتة والقشرية، بالإضافة إلى الشعاب المرجانية الناعمة. خليكم تكملوا رحلتكم مع عدنان، واحنا بنرجع لمكاننا لانه يقول لك هذا المكان خطر واحنا عدنا يعني مش متمكنين. عم عدنان يلا اسلمك المهمه. أعزائي المشاهدين، رغم أن يعني الوقت كان بسيط جداً اللي قربنا فيه بهذه التجربة، تجربة الغوص، إلا أنها تجربة رهيبة ومتميزة، وأنصح أي واحد يجي جزيرة الخبيل سقطرى يجي محمية دي حمري ويجرب تجربة، صح ولا لا يا شاهد؟ أكيد أكيد، أنا بالنسبة لي كانت تجربة فريدة ولأول مرة أشعر بهذا الشعور الجميل، لولا أن الجو بارد، لكن مع هذا استمتعنا، كان جو ممتع جداً. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا في هذه الحلقة وشفتوا إيش اللي موجود في أعماق البحار. وصلنا إلى نهاية حلقتنا أو نهاية رحلتنا لهذا اليوم، لا تنسوناش غدا في نفس الموعد في حلقة جديدة ورحلة جديدة. مع السلامة.
محلى خيالك انت الروح والارض والانسان للعالم ملفت جمالك يا دره في البحر يا قصه للكون نحكيها كان يا مكان حوريه وصلك يا ماليه يا سحر ما يفنى مر الازمان احجارك واشجارك